أهلا بكم إلى أهم أخبار الجزائر، وهذه عناوينها. وزارة الفلاحة تعلن حالة التأهب القصوى لمكافحة حرائق الغابات. المتهمون في قضية اغتيال جمال بن اسماعيل يمثلون أمام العدالة، والإشادة بمستوى الجمعيات في ولاية تيزي وزو. أعلنت وزارة الفلاحة عن حالة تأهب قصوى لمكافحة حرائق الغابات بسبب الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة في البلاد. وبحسب بيان للوزارة، فقد تم التعبئة ورصد كافة الوسائل البشرية والمادية بالتواصل مع كافة الإدارات والأجهزة المعنية لتجنب أي حريق قد يحدث. عمت احتفالات الفوز بشهادة البكالوريا أرجاء الجزائر، وتناقل رواد مواقع التواصل صوراً وفيديوهات توثق فرحة التلاميذ بعد نيلهم لشهادة تمكنهم من تحقيق أحلامهم ومتابعة دراستهم المتخصصة في الجامعات. من المنتظر أن يمثل يوم الثلاثاء أكثر من 100 متهم في قضية قتل الشاب جمال بن اسماعيل أمام محكمة الجنايات الابتدائية في مدينة دار البيضاء بالجزائر، ووجهت للمتهمين تهما تتعلق بحرق وقتل وتنكيل بجثة جمال، وكذلك المساس بأمن الدولة والاعتداء على عناصر الأمن وبث الرعب في أوساط السكان والانتماء إلى منظمات إرهابية. كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف في تصريحات صحفية أنه أبلغ رئيس الكاف غضب الجزائريين من التحكيم الأفريقي وعدم رضاهم من مستوى التحكيم في أفريقيا. أشاد رئيس المرصد الجزائري للمجتمع المدني عبد الرحمن حمزاوي بالمستوى الذي بلغه نشاط الجمعيات المدنية بولاية تيزي وزو، والتي تتميز بحركة وصفها بالرائدة والممتازة تخدم الوطن والمواطن على حد وصفه. كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في المنافسة كأس العرب للمنتخبات أقل من 20 عاماً المقررة بالسعودية، والتي تضم 23 لاعباً. نهاية النشرة وإلى اللقاء.